مميزات وعيوب جامعة حلوان. مبدئيا كده الناس اللي خلاص جالها جامعة حلوان فانتوا هتقضوا 4 سنين ان شاء الله احلى 4 سنين، فقررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده عشان تبقوا على نور كده من الاول انتوا داخلين على ايه. خلينا كده نبدأ بالعيوب على طول. انا عايز ابدأ بالسلبيات. خلينا متفقين ان اي مكان فيه سلبيات، بس سلبيات جامعة حلوان حاجة تانية خالص يعني، ومش عشان انا بقى من جامعة حلوان هقعد اطبل وكده، لا انا هقول لكم كل حاجة هتخشوا تشوفوها ولما هتروحوا هتشوفوا بنفسكم. اول حاجة كده السلالم، من اول ما بتخرج من باب المترو لحد ما بتخش الجامعة انت يا بتطلع سلالم يا بتنزل سلالم، يا بتطلع يا بتنزل، بحيث ان هو ايه يبقى فيه تجديد، ما بتبقاش بتنزل بس او بتطلع بس. حرفيا كمية سلالم غريبة يعني، انا نفسي افهم المهندسين يصمموا الجامعة كان ايه غرضهم من السلالم دي بجد. يعني انا حاولت افكر كتير او اشوف ايه هدف السلالم دي كلها، ما لقيتش اي لازمة ليها، فما اعرفش ليه السلالم دي كلها. عامة هو يعني مش متعبين بس هم رخمين يعني، ليه ابقى داخل ومستعجل وافضل اجري في سلالم، ما اخش على طول وامشي. هو بيخليك انت بتجري على السلم عامل زي البطريق بالظبط. تاني حاجة بقى الأمن بتاع الجامعة، طبعا أحلى شباب في الدنيا، بس حضرتك عايز أفهم حاجة يعني، ليه لو أنا لسه ما استلمتش الكارنيه بتاعي ليه بتتعامل معايا على إن أنا واحد إرهابي؟ وهنا بقى يجي العيب التالت، إن الجامعة مش بتطلع كارنيهات كتيرة يعني، مش كل الطلبة بيبقى معاها كارنيهات، عدد قليل اللي بيبقى معايا والباقي بيخش بوصل المصاريف يا ببطاقة الترشيح. رابع حاجة بقى شؤون الطلبة، طبعا كل الاحترام ليكم وانتوا ناس زي أهلنا وعلى راسنا، وانتوا مالكمش ذنب في اي حاجة، بس انا بس عايز اعرف حاجة واحدة، ليه الحركة عندكم بطيئة في كل حاجة؟ يعني ليه الدنيا بتبقى هادية قوي في كل حاجة؟ يعني مثلا النتائج بتطلع بالعافية، مش كل الكليات طبعا، انا الحمد لله كلية عندي النتيجة بتطلع بسرعة، بس في زي اداب وفي زي حقوق وكليات تانية كتير النتيجة بتطلع بعد كتير جدا يعني بعد شهور. كمان ليه التنسيق الداخلي بتاع اداب نتيجته بتطلع بتبقى خلاص الدراسه بدات؟ يعني الناس اللي هي داخله كليه اداب وبتقدم في التنسيق الداخلي ومستنيه تعرف انها اتقبلت في انهي قسم بتبقى خلاص الدراسه بدات، فما اعرفش ليه الحركه عندكم بطيئه كده. هو طبعا ده مش ذنبكم وكل ده بيرجع لاداره الجامعه مش ليكم انتوا، بس في نقطه بس صغيره ان احنا بنتعامل منكم بقرف. يعني هو طبيعي ان اي حد يشتغل مكانكو يبقى زهقان ومخنوق، كفاية اصلا المشوار لحلوان ده لوحده يعني يتعب اي حد، بس فيها ايه لما نتعامل بلذاذة شوية يعني ونحترم بعض، بلاش المعاملة يبقى فيها يعني لو انا داخل عليك الصبح بحس ان انت فيك كل هموم الدنيا، خلاص انا خدت منك شوية طاقة سلبية ومشيت، فانتوا مالكوش ذنب وانا ماليش ذنب برضو ان انا اتعامل بقرف. وطبعا مش كل الناس في الشؤون بتتعامل بالطريقه دي، في ناس محترمه جدا وناس بتخدم من قلبها بجد. خامس حاجه الحر يا جماعه، مفيش مكان الواحد يقعد يريح فيه من الشمس حرفيا، يعني المفروض يبقى فيه كراسي يبقى فيه شمسيات ان الواحد يقعد يستريح تحتيها مثلا من الحر، او يقعد شويه ما بين المحاضره والمحاضره بيبقى فيه ساعات بريك ما بين المحاضرتين ساعه، فالساعه دي انا بمشي الف في الجامعه على مكان اقعد فيه في حته ضله ما بلاقيش. اصلا الجامعة تقريبا على طول يعني هما لقوا الشمس كده فقالوا يلا احنا هنبني الجامعة في الحتة دي. اخر حاجة بقى معانا في السلبيات هي الاكل، صدقوني لو في ما يعني في مقدرتكم ان انتم ما تشتروش اكل من الجامعة وتجيبوا اكل معاكم يبقى احسن بكتير، لو مش هتعرفوا خليكم في افريكانو اللي في المركز التجاري يعني ده احسن الوحشين. ويتش يعني انا جبت من عندهم قبل كده بيتزا وفطاير كانت مقبولة برضو، فيعني دول احسن حاجه يعني اتعاملت معاهم هناك فجربوهم. بس هو في كل الحالات الاكل يعني اللي هو ايه ماشي حاله، مش اللي هو احسن حاجه هتاكلوها، ممكن تجيبه من مطاعم بره بتبقى احسن من كده بكتير. انا مثلا ساعات يعني بقعد ساعات طويله في الجامعه في الايام اللي بيبقى فيها سكاشن وكده، فبقى مضطر ان انا اجيب اكل، لان مثلا هجيب فطار وغدا وحاجة كلها هتسلى فيها وانا ماشي في الطريق وانا راجع وكل ده هشيله معايا في الشنطة، فبقى مضطر ان انا اجيب اكل من الشارع، فمضطرين للأسف لأكل الجامعة. فزي ما بقولكوا كده هو احسن حاجة بالنسبة لي شفتها هناك هو افريكانو. نتكلم بقى عن الايجابيات ونختم بيها الفيديو. اول حاجة انك هتلاقي فئات كتير مختلفة واعداد كتير جدا في الجامعة، لان الجامعة بتشيل اعداد اكتر من جامعة عين شمس وجامعة القاهرة، فهتقدر ان انت تشوف صحاب مختلفة وتقدر كمان ان انت تلاقي ناس شبهك،
وتاخد منهم خبرة عامة، يعني هتفيدك في حياتك عموما. فكرة انك تقابل ناس افكارها مختلفة وكل واحد ليه دماغ مختلفة عن التاني، دي بتديك خبرة انك تتعلم الناس بتبقى دماغها ماشية ازاي. يعني انا في حاجات ما كنتش اعرفها او اسمع عنها اتعلمت من ناس معايا في الجامعة الحاجات دي، بس طبعا حاجات كويسة مش حاجات وحشة. اي شخص هنلاقيه مش تمام نبعد عنه، يعني احنا اكيد فاهمين حاجة زي كده. حاجة السكن الجامعي هو مش فندق بس، على الأقل نظيف وكويس، يعني مش هتحس ان انت خرجت بره بيتك رحت مكان أعفن، لا المكان نظيف ويعني أدمي. وفي ملاعب كبيرة في عند السكن الجامعي، الملاعب دي عادي أي حد يقدر ان هو يخش يلعب فيها، سواء الطلاب اللي في السكن أو الطلبة اللي بتيجي وبتمشي، وبرضه ملاعب كويسة مش وحشة. تالت حاجة في خدمات زي بنك الأهلي وبنك مصر وفرع وي والبريد المصري، كل دي خدمات هتحتاجها جوه الجامعة، والخدمات دي موجودة في كل الجامعات، بس برضو دي ميزة يعني من ضمن المميزات اللي في جامعة حلوان. رابع حاجة ان الجامعة فيها كذا كلية مش موجودة في جامعات تانية، وفيها أقسام كتيرة مش هتلاقيها في جامعات تانية، غير ان كلية آداب الأقسام فيها الشروط بتاعتها يعني اقل بكتير من الشروط بتاع جامعة القاهرة وعين شمس، شروطها بسيطة لأي حد. برضو شروط تربية هناك ابسط بكتير من جامعة القاهرة وعين شمس، يعني الدنيا سلسة هناك اكتر في الشروط التنسيق الداخلي وكده، وفي اقسام اكتر وكليات مش موجودة في جامعات تانية. خامس حاجة ويعني ده من وجهة نظري، ان الامتحانات الصراحة بالنسبة لي هناك هي اسهل من الجامعات التانية واسهل من عين شمس بكتير. احنا لو درجنا صعوبة الامتحانات هنلاقي ان عين شمس هي اصعب حاجة، بعد كده جامعة القاهرة، بعدين حلوان اقل صعوبة، وده لو ذاكرنا والتزمنا وكل الكلام الحلو ده هنقدر ان شاء الله ان احنا نجيب تقديرات كويسة. ومن احلى الاجابات اللي هناك الذكريات اللي هتقضوها مع صحابكم، فحاولوا على قد ما تقدروا في المكان ده ان انتوا تقضوا ذكريات كويسة عشان لما تتخرجوا تقعدوا تفتكروا الايام دي، ان المفروض يعني ان دي تبقى احسن ايام حياتكم، يعني اللي هي فترة العشرينات. وبس كده خلينا افكركم ان في الاخر كل مكان فيه الحلو والوحش، واحنا في الاخر عايزين نتخرج بسلام. في الاخر بقى عايز اقول لكم ان الجامعة فيها روح حلوة، يعني بجد الصور دي من احلى الصور اللي انا بحبها، هي طبعا مش من تصويري، ده المسجد بتاع الجامعة، بجد يعني المسجد حلو جدا، تقدروا ان انتوا تروحوا تصلوا فيه براحتكم. في مسجد برضو فتح جديد جنب اداب برضو حلو جدا. الجامعة واسعة وفيها مساحات خضراء كتيرة، ويعني وفيها اجواء حلوة الصراحة، يعني مش كلها سلبيات. اللي هيحب المكان اللي هو موجود فيه هيقدر يطلع منه كل الحاجات الحلوة ويفضل شايفه ان هو حلو. بس كده اتمنى ان يكون الفيديو فاتكم، مش عايزكم تنسوا قناة التليجرام، لو انتوا داخلين تجارة انجليش حلوان لازم أن تبقوا موجودين فيها، هسيبها في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم على خير في فيديو جديد.